إطار محاربة الاحتكار والمضاربة في أسعار السلع والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج من حجز 1056 قارورة زيت المائدة وتوقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 53 سنة. العملية تمت أثناء قيام أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج بدورية عبر إقليم بلدية أولاد براهم، أين تم توقيف شاحنة على متنها شخصين بعد مراقبة وثائقها وتفتيشها. عثر بداخلها على 1056 قارورة زيت المائدة سعة 2 لتر. بعد الاستفسار مع المشتبه فيهما عن الوثائق التي تسمح لهما بممارسة هذا النشاط، تبين أنهما لا يحوزان على فاتورة شراء، كما أنهما قاما باقتنائها من أحد التجار بطريقة غير شرعية لإعادة بيعها. مواصلة للإجراءات، تم حجز الشاحنة والبضاعة ورفع جنحة المضاربة غير المشروعة وانعدام الفوترة. بعد تقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة رأس الواد، تم إيداع شخصين الحبس ووضع المشتبه فيه الثالث تحت رقابة القضائية. ليصلكم كل جديد، اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل جرس.